هذا وحققت مملكة البحرين مراكز متقدمة في مختلف الألعاب الرياضية بفضل الدعم اللامحدود من قبل جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الخطط والخطوات الملهمة من سمو الشيخ ناصر بن حمد وسمو الشيخ خالد بن حمد للنهوض بالقطاع الرياضي. مملكة البحرين تمضي قدما في تنفيذ استراتيجيتها الرياضية التي تهدف بشكل رئيس إلى وصول علم مملكة البحرين إلى جميع منصات التتويج العالمية. سطرت الرياضة البحرينية إنجازات من ذهب في مختلف المحافل الخليجية والعربية والعالمية، وعانق أبطالها السماء بإنجازاتهم التاريخية التي تحققت بإصرار وعزيمة منهم في ظل ما يحظون به من دعم ورعاية تتلقاها الرياضة البحرينية من لدن جلالة الملك المعظم والمتابعة الحثيثة من سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، إلى جانب الخطط الطموحة التي وضعها سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة للنهوض بالقطاع الرياضي، بجانب المبادرات والفعاليات النوعية التي تم إطلاقها بإشراف مباشر من قبل سمو الشيخ خالد بن حمد آل خليفة. فعلى جميع منصات التتويج الرياضية كان لمملكة البحرين النصيب الأول فيها على صعيد سباقات القدرة. سجل التاريخ فوز فارس العالم سمو الشيخ ناصر بن حمد في منافسات بطولة العالم للقدرة في فرنسا، وهو إنجاز جديد يضاف لسلسلة الإنجازات الكبيرة التي حققها الفريق الملكي للقدرة، مما وضع الفريق في مكانة متميزة في هذه الرياضة العريقة التي تمثل جزءا من تاريخنا وتقاليدنا العربية الأصيلة. أما على صعيد الأولمبياد، تواصل المملكة دورها الرائد في النهوض بهذا القطاع الحيوي عبر تلك النجاحات والمكتسبات التي حققتها البلاد، وجاءت آخرها بحصول 4 ميداليات ملونة في الألعاب الأولمبية العالمية التي انعقدت في باريس، وتبوأت المملكة المرتبة الأولى عربياً. وفي مختلف الألعاب الرياضية على سبيل المثال كرة السلة، فقد توج منتخب مملكة البحرين بلقب بطولة الخليج 17 لكرة السلة للرجال بعد الأداء المشرف الذي قدمه المنتخب الوطني ليحسم اللقب لصالحه. وبالنسبة لكرة القدم، تواصل مملكة البحرين تميزها، ولعل تتويج المنتخب البحريني لكرة القدم بلقبه الأول في بطولة كأس الخليج 24 خير دليل. لا شك أن هذه الإنجازات والأداء المشرف يؤكد على ما تمتلكه مملكة البحرين من طاقات عالية من الإصرار والإخلاص وحب الوطن، فجاءت هذه الإنجازات الرياضية لتعزيز سمعة المملكة رياضيا في مختلف المستويات والمحافل الرياضية. سيدي يا حاكم بلادي، تراني شوف وجهك يوم عيدي وانت متشوق لجزلات المعاني، خصلة من صغتها لك من قصيدي، استمع لجعلي فداك الهداني، والله ان يشوش راسك من جديدي، لا تحس مني من الارهاب اعاني، كيف اعاني وانت في الدنيا رصيدي. I'm not.